وللحديث أكثر عن ذكرى انتصارات أكتوبر معنا عبر الهاتف اللواء أركان حرب أحمد يوسف المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية. سيادة اللواء، بعد التحية دعنا نتوقف عند أبرز المشاهد التي علقت بالذاكرة عن حرب أكتوبر المجيدة. أولا كل سنة وأنتم طيبين والشعب المصري كله طيب والقوات المسلحة طيبة. يعني من المشاهد اللي بتعلق في ذهني، أنا طبعا كنت شهر تانية في الكلية الحربية، لكن من المشاهد اللي بتعلق في ذهني بقوة هو حالة الفرحة بعد عبور قناة السويس. يعني إحنا كنا طلبة في الكلية وكان الحالة المعنوية بتاعتنا بحالة ترقب وحالة حذر وحالة يعني يا ترى يا هل ترى، لكن مجرد ما نجحنا في عبور قناة السويس كانت في حالة فرحة كبيرة قوي 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 جوانا كلنا كطلبة في الكلية الحربية في هذا التوقيت. أما عن المشهد بشكل عام، مشهد حرب أكتوبر، فالحقيقة طبعا يعني المشاهد كثيرة، وأنا بعد كده تخرجت من الكلية والتحقت بقوات الصاعقة ويعني تعلمت على أيدين قادة كانوا راجعين من النصر أكتوبر، واتدربت على وتتلمذت على أيديهم حتى توليت قيادة قوات الصاعقة. فالحقيقة يعني دروس ودروس كثيرة مستفادة من هذه الحرب وبطولات لقوات الصاعقة تمت في هذا النصر العظيم، أبرزها كان كمين سدر الجبلي اللي قامت به مجموعة من يعني وحدة قتالية صغيرة، نجت من إبرار تعرضت ليه قوات الصاعقة أثناء تنفيذها للعمليات في ممر سدر الجبلي. وهذه القوات الصغيرة لمت نفسها وتمركزت في هذا المضيق اللي هم طبعا يعني كانوا دارسينه كويس وعارفينه كويس قوي، وفعلا منعوا عبور لواء مدرع للعدو 16 يوم طوال مرحلة القتال حتى توقف حتى توقفه لم يستطيع اللواء المدرع الإسرائيلي من عبور ممر سدر الجبلي. وطبعا دي كانت يعني معركة فاصلة جدا جدا، لأن لو كان هذا اللواء نجح في العبور من ممر سدر الجبلي كان هيتدخل في أعمال قتال الجيش أو أعمال قتال رؤوس الكباري اللي كان القوات اللي عبرت، وكان يمثل عقبة ومشكلة كبيرة يعني. لكن جنود من الوحدة الصغيرة بتاعت الصاعقة اللي نجحت في قفل مضيق، وحاول العدو مرات ومرات يعدي، وجاب طيارات وضرب في المضيق، وحاول يعبر بدبابات اتضربت دبابات في قلب المضيق وهكذا. فالحقيقة البطولات كثيرة وكثيرة في حرب أكتوبر. يعني في تحليل يعني استمعنا إليه عن حرب أكتوبر المجيدة قيل إن القادة الإسرائيليين أكثر ما أرهبهم هو عقيدة الجندي المصري وطبيعته. بلا شك الجندي المصري كان أحد، أو نقول المقاتل المصري بقى، لأن المقاتل المصري يشمل الجندي والضابط وضابط الصف. المقاتل المصري كان المفاجأة التكتيكية إذا جاز التعبير في حرب 73. هذا المقاتل كان عنده جرأة وعنده عزيمة وعنده إرادة لا توصف. يكفي يعني أن أقول لحضرتك أن يعني في معارك الدبابات كان يعني دبابات العدو متفوقة وبتكنولوجيا وبمدايات تسليح لمنظومة التسليح اللي على الدبابة تصل حتى 3 كيلو أكثر. إحنا كنا بنتصدى أو مقاتلين الأبطال كانوا بيتصدوا لهذه الدبابات بالأربجي والمغزوف الموجه المضاد للدبابات الملوتيكا. وده كان المدى بتاعه، الأربجي مداه حوالي من 300 ل 400 متر، والملوتيكا يعني لا يتعدى ال 2 كيلو. والدبابه تستطيع ان تصيب اي مجال
أمامها حتى 3 كيلو. فكيف ينتظر الجندي أو المقاتل المصري بالأربيجين أو 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 القاذف اللي موجود معاه المضاد للدبابات حتى تصل الدبابة إلى المرمى المؤثر ليه ويطلق عليها قذيفته ويصيبها ويحقق خسائر رهيبة؟ فضيحة يعني بالفعل. كم الخسائر، كم الخسائر اللي حدث في دبابات العدو من المقذوفات الموجهة البسيطة؟ ده كان أحد الدروس اللي درست بعد كده كيف تتعامل مع الدبابات بالمقذوفات المضادة، درست في المعاهد العالمية وفي دراسات وفي مراكز الدراسات الاستراتيجية. الجندي المصري كان مفاجأة، لا جدال في هذا، كان المفاجأة الحقيقية في الحرب الجندي أو المقاتل المصري. عوامل عدة شاركت في تحقيق هذا النصر، على رأسها المقاتل المصري كما ذكرت. سيادة اللواء أركان حرب أحمد يوسف المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.